أعزائي المشاهدين، أنا بصلي من كل قلبي إنه هذا التعليم كان بركة لحياتك. منشوف إنه شخصية المسيح مميزة، هويته رائعة جداً، بيتكلم بسلطان. طبعاً كانت صدمة للمستمعين اللي عايشين في أيام الرومان تحت الاستعمار وتحت الحكم، ومستعبدين أيضاً لتقاليد كثيرة. والرب يسوع جاء في تعليم مميز. إذا كانت آخر كلمة في العهد القديم لعنة، فأول كلمة علمها الرب يسوع المسيح بركة. فهذه البركة أنا بصلي أن الرب يمنحك إياها اليوم، وأنك استفدت وتبركت، وهذه البركة تعم مش بس في حياتك، في أسرتك وبيتك. هاي البركة بتبتدي عزيزي المشاهد لما أنت بتأتي إلى المسيح مثل ما أنت مسكين بالروح، وتعلن احتياجك وإفلاسك الروحي أمام الله، وتقول يا رب أنا محتاجك، ارحمني أنا الخاطئ، أنا بدعوك أن تكون رب وسيد على حياتي. وبصلي من كل قلبي أنك صليت هذه الكلمات البسيطة. إذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا.